فقط الغذاء الطبيعي، العروس الموضوع العروس المعمم مش ده اللي مع ضغط ميكانيكي، مش ده اللي مع غريزة ميكانيكي، لأن هو خارج اللمعة وفي كلام شديد راح نتكلم صار البطن، راح نحكي يعني فقرة صور بطن بسيطة. شايف في صور بطن بسيطة أنتم ما هي؟ الشغلات اللي بندرسها فيها هي توزع الغازات في القولون، وجود هواء خارج اللمعة في القولون، كتل الأنسجة الرخوي، التكدسات. هاي صورة بسيطة يعني على جنب، صورة طبيعية بندرس فيها البنى العظمية ونشوف في عنا حواف تظهر عنا، هاي مثل الحواف عضلة البسواس، شايفين هاي مهمة جدا، شايفين هاي محمد معشير أنا هون، هاي حافظ عضلة البسواس، يعني في حالات مرضية خاصة خراج كلي، كتلة كلي، بتروح هاي ما مبين معنا. طبعا هون عندنا الكبد كثافته عالي شوي، هون الأضلاع واضحة الأضلاع ما هيك، هاي حافظة عضلة البسواس، عندنا هون الزاوية الكبدية طبعا الكولون، وعندنا هون نظام الحوض بحصانة، هون مصعد المثاني، هون المفصل حقه في العجزة، هون في عندنا الغازات كمان الكولونات، هون مصطف كلي اليسار، هون عندنا الزاوية الحالية، وهون هون سواد تحت وين؟ هون تحت هذا ما هي لا لا مو رحم، هاي الغازات كلها غازات بالمستخدم، هذا أعطاء بشكل عام الرحم، الأمور كلها بتبين ما تبين واضحة إلا إذا فيها مثلا أقول تكلس ضمن الرحم، كتلة متكلسة، يبين معناها صورة بسيطة، لا صورة بسيطة بسيطة بشكل عام بس فيها موضوع الغازات. اهم شيء يعني غازات اذا في عندنا انسقاب حشائي جواف تكدسات هذا راح كان بالتفصيل، اما كانسجه الكبد ولا الطحال ولا ندرسه بالايكو بالطبقه في الف شغله حل محل الاشعه البسيطه. توزع الغازات الطبيعي في الانبوب الهضمي، في المعده عندنا دوما يوجد فيه هواء، جيب المعده الغازيه بتعرفوا على طول، لازم على طول يكون فيه هواء، ما بصير انه والله ما في هواء، في اللمعة الدقيقة في مقدار قليل من الهواء بعروة عروتين، هاي في معظم الأحيان بكون عروة عروتين في هون غاز. في الكولونات يوجد هواء في الكولون السيني والمستقيم في كل الأوقات تقريبا، هون على طول لازم نشوف غاز، إذا ما شفنا غاز بكون في عندنا انسداد. تمام، يقول لا ترى الغازات في كل أجزاء الكولونات والأمعاء الدقيقة، قسم يظهر فيها غازات وقسم لا يظهر. سويات السائل الغازية الطبيعية قلنا في المعدة كمان نظهر على طول عنا جيب المعدة الغازية على طول في عنا سوية سائل غازية بضية الوقوف والاستلقاء، هاي على طول بده يكون في عنا، شايفين محمد ماشي يكون السهم هذا هو في غاز جيب المعدة. في الأمعاء الدقيقة تقبل سويتان أو ثلاثة فقط لنقول أنها طبيعية بضية الوقوف. في الكولونات لا يوجد في الحالة السوية سويات لأنه ما في سائل، يكون صار امتصاص للسوائل. هاي صورة بسيطة مبين عنا جيب المعدة الغازي في عندنا هون غاز، وبالأمعاء في كم سوية، في غازات الأمعاء في هون كم سوية، هاي وحدة صغيرة وهي هون صغيرة، هذول طبيعيات. هذا صار انسقاب حشا قبل ما يزعل على طول جاي إن شاء الله بيجي، أنا بجيك صور كثير عن انسقاب الحشا. في حالة البطن الحاد تجرى عادة صورة البطن مضيف للوقوف ورد الجرح، وصورة جانبية يسرى وجانبية يمنى عند الشك بوجود هواء حر في البطن، هاي وضعيات ما بتكون كثير ما راح يكون عليها بالفحص يعني كمان. بس هي المبدا يعني انه المريض عقب وقت في الغاز بده يطلع لفوق. واهم وضعيه غير هاي الوقوف في عندنا وضعيه جانبيه يسرى، اذا نام على جنبه الايسر راح تطلع الغاز لفوق، مبين معنا بشكل واضح الغاز. ماشي؟ طبعا هو الغاز موجود بالطرف يعني انسقاب الحشره موجود على اليمين وعلى اليسار. بس على اليسار على اليمين في عندنا جيب المعده الغازي. بصير تختل الصورة علينا، بينما هونيك ما في عندنا غير الكبد ما في غاز تحته، مبين بشكل واضح. هلا بنشوف صور شوي ثاني، ما في عندنا مقارنة بين الأمعاء الدقيقة والغليظة، الأمعاء الغليظة توزع في المحيط بينما الأمعاء الدقيقة بتكون مركزية. الأمعاء الغليظة تمتلك طيات نسميها تقببات، هاي الطيات لا تمتد على كامل عمق جدار الأمعاء، ماشي؟ بينما الأمعاء الدقيقة تمتلك شيء اسمه طيات تمتد على طول جدار الأمعاء، عمق الأمعاء، تمام؟ انتم بتعرفوا مظهر التقببات كيف شايفين تقببات القولون شلون بيكون، لا معك شلون طياته ممتدة على طول. تمام،
نماذج اضطراب توزيع الغازات. في عندنا شيء اسمه العلوس الوظيفي. العلوس الوظيفي هي غياب الحركات الحوية والتمعوجية في عروة معوية أكثر نتيجة التهاب أو تهيج موضعي. وله نوعان، علوس وظيفي موضعي نسميه العروة الحارسي، عبارة عن عروة تكون الشنجي بسبب التهاب المحيط حولها، خاصة التهاب الكرياس والتهاب المعدي. مرة معكم العروة الحارسي قبل مرة بالهضمية بالجراحة، ايه هاي بتلاقي عروة متوسعة غير متحركة فيها غاز، عبارة عن عروة حارسة المنطقة اللي صار فيها التهاب. في عنا علوس وظيفي اللي بيشمل كل العرى المعوية. الانسداد الميكانيكي هلا بنحكي عليه شوي تاني كمان بشكل مفصل. في عنا قاعدة اسمها 3-6-9 هي القطر الطبيعي الأعظم اللي الأمعاء الدقيقة 3، الأمعاء الغليظة 6، الأعور أكثر شيء 9، ماشي؟ احفظوها 3-6-9. يعني إذا فوق الثلاثة تكون الأمعاء الدقيقة متوسعة، الأعور إذا فوق 9 كمان بيكون متوسع. العلوس الموضعي اللي كنا نحكي عليه شوي عبارة عن توسع دائم في عروة أو عروتين من الأمعاء الدقيقة أو الغليظة، نسميها العروة الحارسي، ناجم عن تخريش موضعي في نفس المنطقة التشريحية. نجد عادة سويات سائل غازي، سوي سائل غازي في العروة الحارسي، ونجد غازا في السينة مستقيما، إنه ما في عنا انسداد بس في المنطقة. شايفين هاي الصورة فيه غاز بالمستقيم والسينة هاي تحت بشكل دائم لازم يشوفوها. هون عنا هاي العروة، ليش هذا العروة الحارسي هون شايفين عروة متوسعة وفيها غاز، في عنده التهاب بنكرياس هذا المريض. كان بالأسهم هو أقل من الأسهم بدأ فوق وين؟ وين هيك؟ وين؟ خايف طيب شوفي تقلب سهمي ولا شو؟ ما اشتغل من بالي اشتغل كثير ما سوى شيء كبسة بالفارة جرب الأسهم. أسباب العلوس الموضعي حسب الموقع. في الربع العلوي الأيمن عندنا إذا التهاب مرارة يكون هو السبب، يعني شفنا عروة صاير في عندها علوس متوسعة غير متحركة يكون التهاب مرارة. العلوي الأيسر التهاب بنكرياس، الربع السفلي الأيمن الزايدة، الربع السفلي الأيسر التهاب بثلوج، منتصف البطن قرحة أو حصوات كلوية. تمام مفهوم هي التوجيه طبعا ما راح يشخص لك والله التهاب مرارة على صورة بطن بسيطة، بس شايف أنا في عندي عروة يصل الحنيكة والطبق يحل كثير، صارت صورة بطن بسيطة ما تطلع بشكل مثل صورة صدر نقول فرق كتير. صورة صدر صورة روتينية تنطلي بشكل شائع جدا، بينما البطن يعني قليلة. الدكتور صارت هاي محاضرة تراسي؟ لا ما هي تراسي، هي محاضرة تراسي. لا لأنه يعني صورة لا لا في عندك صورة البطن مثلا الأطباء البولية عندهم هي أساسية مشان بحصات الكلى وبحصات ما هي سنوية. لا بس ما يعني ما لا مثلا مثل صوت الصدر، صوت الصدر اساسي، كل مريض يدخل على مشفى تقول صوت الصدر، ما كل مريض راح يدخل على مشفى تقول صوت البطن. تمام، حتى لو ما عنده مشكله يكون صدري المريض بيطلبوا له شيء موضوع اذا عنده عمليه او شيء بتعرفوا استقصاء اساسي. اطفال كمان بتنطلب كثير يعني اكثر من صوت البطن بكثير. كان علامه اسمها علامه قطع الكولون، هو قطع مفاجئ في عمود الغاز في الكولون المعترض من الزاويه الطحاليه. ما شايفين هون عنا جيب المعده هون فوق، وهذا عنا هون كولون المعترض فجأة انقطع، شايفين عند الزاوية الطحالية. هلا هو السبب هون بيكون المريض عنده التهاب بنكرياس، صار عنده نتحة التهابية، هي النتحة الالتهابية سبب تشنج بهي المنطقة، يعني وصل الالتهاب بهي المنطقة سبب تشنج في الكولون وسبب الحالة. العلوس المعمم هو نقص او غياب حركات تمعوجية لكامل الأمعاء، قلنا موضع بيكون بعروة عروتين حول المنطقة اللي صار فيها التهاب، بينما العلوس المعمم في كل الأمعاء بيكون يترافق مع توسع الأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة حتى المستقيم. تمام، يعني حتى المستقيم تلاقي فيه غاز، بينما في الانسداد الأمعاء الغليظة لا يوجد غاز في المستقيم والسين. هذا بنحكي عليه شوي ثاني. كان يترافق مع سويات السائل الغازية، غالبا بيكون بعد عمليات جراحية على البطن أو بسبب عدم توازن الشاردة الحامضة الكيتوني حماض الكيتوني السكري، هالشي هو بعد عمليات جراحية طبعا،
بيكون طبيعي خلال أول أسبوع. تمام، أول أسبوع تلاقى أعطوه أبصر المريض تلاقى عنده على وصل ما المريض ما عم يتحرك ومسطح والأودية التخدير كلها بسبب هاي شلل اللمعة ما بتحرك، بصير فيها الغازات مثل المنظر هذا شايفين شلل اللمعة على وصل معمم متل عملية جراحية. لاحظ أن اللمعة الدقيقة والغليظة مملوءة بشكل كبير من هواء، شايفين هون يعني الأمعاء المتوضعة بالمركز الأمعاء الضيقة والأمعاء الغليظة كلها متوسعة. وبعد عملية جراحية طبيعي أول أسبوع عادي زي الصورة. انسداد الأمعاء الضيقة الميكانيكية، يترافق انسداد الأمعاء الضيقة الميكانيكية مع توسع الأمعاء الضيقة ومع ما يمكن تسميته بالعرى المقاتلة. نشوف فيها سويات سائلة غازية، هنا توجد كمية قليلة من الغازات في الكولون وخصوصا المستقيم. شايفين هاي منظر لصورة بطن، في عنا هون شايفين شلون العرى متوسعة فيها سويات سائلة غازية، شايفين هاي كلها انسداد أمعاء دقيقة. طبعا ليش قلنا دقيقة؟ لأنه مركزية. هو كمان هذا منظر نابض الحلزون، هذا شوي تاني بشرحه كمان. شايفين الأمعاء دقيقة متوسعة قطرة أكثر من 3 سم ومتوضعة بشكل مركزي فيها سويات سائلة غازية، كل هاي معلومات توسع الأمعاء. أسباب توسع الأمعاء الدقيقة الميكانيكية، أشياء سبب هو التصاقات تاعي العمل الجراحي. بتلاقي شائع جدا يعني، تيجي كثير هاي الصورة مرضى عمل العملية بعد 5 أشهر بعد سنة صار عنده التصاقات أدت إلى انسداد الأمعاء الدقيقة، شائع جدا هاي. تمام، هذا أشياء سبب. أسباب بعدها في عندنا الفتوق في الكتل البطنية كالأورام، انسداد الأمعاء، حصيات صفراوية، في الانغلاف المعوي خاصة عند الأطفال، في عندنا الداء المعوي الالتهابي كمان بسبب انسداد الأمعاء الضيقة. بس أشياء سبب هو التصاقات، يمكن الفتق أو انسداد الأمعاء الحصيات الصفراوية تكون مرئية على صورة البطن البسيطة. طيب على ما الشعاعي هذا نحن بهم أكثر شيء، نحن بشكل عام ندرس أشعة، راح يهمنا أكثر شيء محاضراتنا العلامة الشعاعية، ما راح أدخل كثير موضوع الأعراض والعلامات والأمور. تمام، هاي دارسين أكثر، أنا بهمني شعاعيا أشرح شو إلا الاستغلالات الأساسية نحكي عن اللقاء. علامات المشاهد الشعاعية في انسداد الأمعاء الدقيقة الميكانيكية، أول علامة هي علامة درج السلم، شايفين هاي هذا منظر نشوف سويات سائلة غازية، شايفين هاي السوية 2 3 4 تتجه غالبا من اليسار لليمين من الربع العلوي الأيسر إلى الربع السفلي الأيمن. تمام، واضح هذا العلامة علامة مظهر علامة درج السلم. نشوف سويات سائلة متعددة، هاي سوية هاي 1 2 3 4 مليون انسداد. ما واضحة معكم؟ ما شايفين ما علامة درج السلم. طبعا هاي المعدة هون ما لنا علاقة فيها، تتوضع يعني أو تترتب من الربع العلوي الأيسر تجاه الربع السفلي الأيمن. تمام، شايفين هون وما بتنزل. علامة لفة النابض، شوف هاي العلامة كمان هاي الشائعة، شايفين شلون الأمعاء متوسعة قطرة صغيرة هون أخذين قطرة 5.5 سم تقريبا. تمام، شايفين هذا الرقم، بينما لازم قلنا شو تكون الأمعاء الدقيقة 3. شايفين شلون مثل النابض منظرة، نفس منظر النابض. هلا في علامة، هدول أشياء علامتين، في علامة اسمها علامة خيط الآلي، شايفين شلون بصير عندنا هون غاز من جدار الأمعاء، ما واضح كثير هون أتوقع، شايفين هون يعني حالات نادرة جدا ما راح خيط الليالي بسموه، بصير عندنا غاز ضمن جدار الأمعاء. وهي العلامة اللي بعدها كمان بسموه علامة الشق أو التمدد، كمان بنشوفها بغاز بصير بتوضع شق، نلاحظ ضمن صمامات الأمعاء أو الطيات بتوضع غاز، بيعطينا هالمنظر هيك نفس هذاك المنظر، علامة الشق أو التمدد وعلامة خيط الليالي. ما بعرف صعوبته فكرة شلون الأمعاء بتوسع بشدة، بصير عندنا انضغاط للطيات تجمع هواء فيها بتعطي هالمنظر، شايف خطوط طولانية هي علامة الشق والتمدد بنسميها. العلامة اللي بعدها علامة الهلال، هاي علامة نادرة يعني، هاي إذا كان عندنا كتلة أنسجة رخوة ضمن البطن بتعطينا منظر هذا العلامة الهلالي. شايفين هون في هلال، لا لا ما سقط حشر، طول بعد سقط حشر هو بده يكون فوق، ماشي هاي علامة نادرة هاي. وين فقاعات المادي؟ ما مبين هون، ما ضر ولا ما كيف بدنا نميزها؟ فقاعات المادي فوق لفوق، ما هو هاي جزء من فقاعات المادي.
بس هذا هلال غازي عفوا علامة هلال نادرة هاي ما كثير مهمة في عنا علامة فقاعات مزدوجين مستمعين فيها هاي لاحظ برتق العفاج سداد العفاج بنشوفهم شايفين انه هالفقاعتين واحد واثنين تمام على اهم علامة هي او اهم علامتين هن ايش هن قلنا هذي ما ياهم علامة درج سلو علامة لفة النابض هاي علامات شائعة بشوفوها كثير بينهم هنيك علامة تشقق التمدد علامة فتلة علامات نادرة علامة هلال علامات النادرة علامة فقاعة مزدوجة طبعا هاي حالة خاصة يعني حكيم هاي علامة الهلال كتلة أنسجة رخوة مثل ايش يعني؟ أي كتلة كتلة بالبطن بتسبب انسداد بتعطيك هالمنظر هاي حاطين هون انغلاف يعني انغلاف عبارة كتلة كمان أي كتلة بالبطن كتلة حساب لها معها كتلة سليمة خبيثة بتسوي هالمنظر بسبب انسداد يعني تفضل دكتور هلقوني هاي عائشة هاي الكولونات هاي صورة بسيطة هاي أخرى البطن كلها صور بطن بسيطة سلام الله تفضل وين هاي صورة بطن بسيطة كلها كولون يعني هاي صورة كلها ما دقيقة يا شباب كلها ما دقيقة نحكي على ما دقيقة الله ما دخلنا بالكولونات كولونات هلا بتفعلي تمام هلا في الشائع أنا بهمنا الشائع أكثر من حالات النادرة أنا بهذه ما شفت هاي علامة الهلال بصراحة وديك حالات شائعة كثير في عنا شيء اسمه انسداد العروي المغلقة عبارة عن انسداد للطوطين من نفس العروي في موقع واحد شايفين هاي عنا موقع فتلت حواليها برمت حواليها صار لنا انسداد عبارة عن انسداد للطوطين فهمت الفكرة تبعيتها تعطينا منظر حرف سي أو يو عليكم حكيم ما عليكم هاي الأشياء حكي لا أشياء حبة البن تصير علامة حبة البن هلا مزبوط بالضبط طلع شوية ثاني يشير هذا المصطلح إلى لمعة دقيقة وينجم في الغالب عن الالتصاقات بينما إذا حدث لمعة غليظة مسميه كتاب تمام مبدأ أن عروي معوية فتت حوالي نفسها سبت الكتاب انسداد لمعة أحكي عن انسداد لمعة غليظة الميكانيكي ترافع انسداد الأمعاء الغليظة مع توسعها من نقطة الانسداد إلى القلب يعني عندنا كتلة أو أعصاب رازية يعني تكون كبيرة أو أي شيء ضاغط على الكولون كل شيء قبله راح يتوسع بشدة ماشي وبعده ما راح يكون في غاز سأقول الكتلة كانت بالكولون النازي كل شيء قبل النازي راح يتوسع وبعده ما راح يكون في غاز تمام الفكرة شوف هاي مثل هذا المنظر هون كانوا الكتلة شايفين ما في غاز عندنا بالمستقيم والكولون السيني كانوا الكتلة هون كل شيء قبله متوسع وبعده ما في غاز أنا على ما الانسداد لما غليظة أقول لا نرى هواء في الأمعاء الدقيقة أو نرى كميات قليلة في حال انسداد الأمعاء الغليظة إذا كان دسام الدقائق العوري سليم أما إذا كان غير سليم راح ترجع الهواء كمان للخلف كما راح سوينا نعطينا علامات انسداد الأمعاء دقيقة بصيروا اثنين سوا يعني بس هو الأساس يكون انسداد الأمعاء غليظة شايفين شلون كولون متوسع هون كولون الصاعد المعترض لهون الزاوية الطحان لا هلا هون في غاز تمام وغاز هون في 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 تقريبا للزاوية الطحانية بعدها ما في هون ما في غاز هسه آخر شيء يعني بالتالي غالبا انسداد في كتلة أو شيء ضاغط على الكولونات أهم سبب انسداد الأمعاء الغليظة هو الكتل بينما قلنا هون كيف أهم سبب شو؟ التصاقات أيوة التصاقات تاني العمل الجراحي بينما هون الكتل هو أهم سبب وعندنا كمان أسباب تانية هو انفتال الكولون في عندنا الفتور التهاب الرتوج الانغلاف فالانغلاف شيء يعني عند بالحالتين الفتور بالحالتين وحتى الأورام بالحالتين بس الأورام بالغليظة هو الأشياء وبالدقيقة أشياء سبب هو تالي الجراحة دكتور الانغلاف تشوفوهم كبيرين لأن صدر أطفال مقصود والله هو أشياء أشياء الأطفال بس ما هيك شايفينه عن الكبيرين نادر يعني يقول بالسنة سنتين برحالة عند الكبيرين بس الأشياء هو الأطفال عمر 5 سنين لا ما له علاقة بيكون هذا في أشياء في نقطة
شيء ورم او شيء غلفه. انا عندي اطفال غيره هو سبب نقد لنفاوي او برد جميكي. نعم ماشي. الورم عند البالغين بالضبط عند البالغين. اما عند الاطفال شيء عشان دخان نقد لنفاوي تلاقي شائع بالربيع لهذه الفتره بشيء كثير. هو لسه شاشه لا بالصيف والشتاء هو مجهول السبب بس بحزول الالتهاب. الالتهاب طبعا التهاب نقد لنفاوي. أعرفكم هنا على الكولون السيني عنده مساريق خاصة ذلك هو عرضة للالتواء بينما الأعور عضو خلف بالالتواء غالبا غير عرضة للالتواء بس في 20% من الناس لديهم عيب في البرتوان مغطي للأعور ما يؤدي للأعور المتحرك. أقول يا مدد الانفتال دائما بعيدا عن نقطة الالتواء في الانفتال السيني يمتد نحو الأعلى وغالبا نحو ربع العلوي الأيمن بينما في الانفتال الأعوري يمتد إلى أي مكان تقريبا. الآن انفتال كولون سيني كيف يعني علامة حبة البن ممتد لأي جهة ممتد هنا الأعلى والأيسر والأيمن هون ممتد للأعلى والأيمن هذا انفتال أعوري نادر الانفتال الأعوري. هل يكون سبب هون الغازات احتباسها؟ شلون سبب الغازات؟ لا هو انفتل كولون يعني كولون فتل حوالي نفسه ما فهمت حكينا شوي نقطة يعني راح أرجع شوي لكن بالوني اختلاف ايوه هاي عندك هاي عروي معوي عروي معوي أو كولون عروي معوي سواء مع ضيقة أو غليظة ماشي بهاي النقطة بهاي النقطة نفس النقطة برم حوالي نفسه خي وزع عندك بالون مزبوط برم شريط شايف شلون شلون صار هون هلا راح أشوف صورة مثل النقائق مثل النقائق أيوة راح أشوف معك إيه علامات مشاهدة في انسداد الأمعاء الغليظة. أول علامة هي علامة حبة البن اللي نشوفها قلنا نشوفها وين؟ انفتال كولون سيني. شايفين هذا المنظر نموذجي لعلامة حبة البن شايفين في أنه خط أبيض وبالنص في خط أبيض وبيجينا خط أبيض هون. طبعا الخط الأبيض بالنص شوي تاني رح نشرح عليه بس رح أعطيكم ليش هيك ضمان هذا الخط الأبيض هل بيعرف ليش؟ جدارين أيوة. جدار في غاز من هون وغاز من هون بيعطينا فرق الكثافة يعني صار هذا اللون الأبيض تمام. هاي على أهم علامة علامة حبة البن. العلامة اللي بعدها هي علامة لب التفاحة وين بنشوفها بتعرفوا؟ سرطان الكولون تمام. هاي صورة ظليلة شايفين شلون هون عنا على سرطان الكولون علامة لب التفاحة هاي أسباب انسداد الأمعاء الغليظة. فين علامة قصبة الإبهام سمعني فيها شيء؟ هاي التياب اللي بيسمى زمان لا خلينا نسمع نحن بالبطن يا بني خلينا نسمع في علامات كثير بشوفها بكذا مكان. بس عم نحكي هلا بالبطن نحن في الحنجرة هذه إيه في بس عم نحكي هلا صور أشياء ما عم نحكي والله أسباب انسداد هاي بنشوفها باحتشاء مساريق شائعة جدا بعد جزء بين عليكم اليسار. طيب هلا هون اليسار هون بسبب احتشاب بصير عندك وزن الجدار مع هلا إذا قربت شوي بين معكم إنت إذا راح أعمل بصمة هون تبع قرب شوي بشوفوا ولا بتوقفون بين معكم واضح يعني أنا أشوف هون شو ما في شيء في نفس شو في تسمونات هيك هيك سام أزرق إيه سام أزرق هون كله هذا مثل واحد عامل بصمة أيوة بصير فينا نقص تروي تعطي المنظر بصير وزن امتداد من الكولون تعطي المنظر. لا لا واضحة واضحة بدي طلع الطاولة اللي معك واضحة تعال واضحة واضحة بس كبر مثل إذا عامل بصمة بين بين واضحة كبره هون كبره شوف ما واضحة عامل محاضرة قبل 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 رجع رجع قدام كثير رجعنا هون إلى هون كبسه يكون متوجه للصورة يعني بالضبط يعني الطبيب الأشياء ما راح يكون
بس عم يصور هيك بدون بس في قصة مرضية بدي يربطها على طول بالصورة. علامة انبوب رصاصة معاني فيها؟ العصبية. غير بعد أنك تركب الصالين على البطن بالبطن شيء من العصبية ومن الحنجرة بالبطن سمعني شيء على بنبوب الرصاص طيب هذا المنظر طيب شايفين هذا غياب تقبضات طبيعية كتاب كلون قرحي هاي الشائع ماشي تعطينا المنظر اسمه علامة بنبوب الرصاص هلا شايفين تقبضات طبيعية كلونات على اليسار هو محل ما هذا طبيعي تمام بينما هم شايفين غياب تقبضات طبيعية صار مثل بنبوب الرصاص أقول ما أخذت تيابون قرحي ولا ب ما ما حد ما حد درسكم علامة هي علامة أساسية الله شائعة شائعة إيه بعد فريدي شايفين المنظر واضح عليكم واضح شايفين شلون هو مثل بوب رصاص من هون طبيعي كل هاي بالتقلوحة لك قرحي ما أقدر قرحي بس أنا ما أقدر إيه ما ليش ما جبك يا ليش جبك يا جبك أصعب أهلا ضيقة. أي صورة شو هي؟ بدك تكتب أنت لحالك. أشوف أنا شايف صورة بسيطة صورة ظليلة. هاي صورة بسيطة ولا ظليلة فكرة؟ ظليلة هاي. نكتب صورة ظليلة كولونات. بكتب مثلا غياب تقببات طبيعية في الكولون نازل مع منظر علامة انبوب رصاص. حبيت تكتب تشخيص تفريقي. كيف كولون قافي كمان. نكتب تحمل نظري كمان في صور مهمة. والله نشوف حسب إذا عملنا لكم أصيل ما عملنا عملي ما جبنا صور بالنظري إذا ما عملنا عملي بدنا نجيب صورين في عنا الفتوق شايفين هون الفتوق كمان بس راح تكون مشي النظري بالمحاضرة إيه أسئلت إيش الفحص نظري نظري من هذا النظري إيه بس لك إيش ما مشي برا الفتوق كمان شايفين هاي صورة بضيق صغار جانبي بيجمع الهواء هون شايفين هذا الفتوق تعظم جدار البطن في عنا هواء طيب هلا بنرجع نعيد هاي الفقرة على السريع مين قدلنا أسباب أو العلامات المشاهدة في انسداد الكولونات يلا علامة حبة لبن علامة حبة لبن بصمة لبن بصمة التفاحة وبوب رصاص بوب رصاص وآخر شيء فتوخ كمان ما العلامة هي فتوخ بس هيك تعطينا هوا ضمن شايفين فتوخ ضمن جدار البطن شو هاي؟ أنا الفتق إذا اختنق بسبب انسداد أمعاء أو انسداد كولونات تمام يعني عندك عروة أمعوية أو كولون دخل الفتق وصار عندك فتق غاصص أو سكر عليه هل بيطلب لفتق صورة؟ إيه بيطلب إيه صورة هيكو كتير بيطلب لايكو أكتر من أسمه بدي يعرفوا تروية العروة إنه فيها تروية مختنقة فيها حركة بيطلب كتير بليكو أكتر من أشياء أنا الهواء خارج اللمعة الهواء بشوي كنا عم نحكي الهواء خارج اللمعة بتوضع إما ضمن بريتوان بسميه استرواح البريتوان أو هواء خلف البريتوان بسميه هاي استرواح البريتوان أو الريح البطنية أو هواء حار ضمن البطن كلها نفس الكلمات يعني الهواء هواء الحر في البطن يا بتوضع ضمن البريتوان بسميه استرواح البريتوان أو خلف البريتوان بسميه استرواح خلف البريتوان هذا أو هواء حر في جدار اللمعة أو هواء حر في جدار طرق صفراوية تمام هذول أربع حالات اللي راح ندرسهم هلا الطريقة الأفضل لتصوير للبحث عن هواء حر هو بطن واقفا نخليه واقف 10 إلى 20 دقيقة مشان إذا في غاز يطلع لفوق وبناخذ صورة بعد هالوقت أنا راح أحكي عن أسباب والعلامات الشعاعية اللي نشوفها أسباب الهواء الحر في البطن إما انسقاب حشى أجواف أو بعد جراح حشى أجواف قرحة رض التهاب رتوج عندها انسقاب أو سرطان المسقفين بعد الجراحة عادة يبقى الهواء موجود بشكل طبيعي 5 إلى 7 أيام بعدين بكتشف يعني بعد الجراحة في عندنا يبس ضل شوية هواء حر بالبطن أو يصير عندنا مثل ما قلنا شوية انسداد شكلين شو خزنة مع خزنة معوي بل مدة أسبوع كمان كله طبيعي أول علامة هي والأشهر علامة هي علامة الهلال الغازي اللي بنشوفها تحت قبة الحجاب حاجز الأيمن بالطرف بنشوف ترى أيمن ويسار بس هم ندرس على طول بعد من الأيمن بنشوف عبارة عن هالهلال غازي تحت الحجاب دلالة على وجود هواء حر في البطن أحسن ما تراقبنا في صور الصدر بضيق الوقوف أو استلقاء الجانب الأيسر لا بطن واقفة بنسميها أو إذا بخلي المريض يشطح جانب اليسار بتاخذ الصورة الهواء بيطلع لفوق على اليسار كمان
أقول بشكل أسهل بنشوفها تحت حجاب أيمن. ليش؟ لأنه توضعها يعني الغاز بين الكبد والحجاب هم عضوان كثافتهما إيه عالية، بينما في الأيسر عندنا المعدة بالضبط، المعدة فيها هواء مجال التسليل صعب شوي. تمام، هاي أول علامة، علامة الهلال. في علامة تانية اسمها شيلاديتي. العلامة الشيلاديتي هي ما هي هواء حر في البطن، في البطن بس عشان ما تطلق معك فكرة انه علامة هواء حر. شايفين هون زاوية كولونية، ايه بالزاوية الكولونية هاي تحت الحجاب الايمن في عنا هواء، بس اذا دققت شوي هذا الهواء موجود ضمن الكولونات لان شايف في تقببات، متفين انه في تقببات. هاي بيخلع الصدر مثلا؟ لا ما بيصدر. طيب وين الحجاب؟ هذا الحجاب لا بيض، خط ابيض، في خط ابيض بس متمطد كانوا ضغط عليه. بالضبط، هو هاي بنشوف هاي بحالات عند الكهول، عند مرضى اللي عندهم نفاخ كله بصير تسطح بالحجاب بالحالي، او معهم حبن مرضى التشمع بالحالي بصير عندنا فراغ بين الكبد والحجاب، تدخل الكولونات من المنطقه بتعطينا هالمنظر. بنسميها هاي متلازمه شيلاديتي، هي عباره ما هو انه هواء حر بس هالمنظر مشان نفرقه عن الهواء الحر. ماشي، حاطين من علامات تهوي البروتون بس هي ما هي هواء حر. إن علامة تفضل شو علامة ريجلر سمعني فيها العلامة؟ لا بالحالة الطبيعية في عندنا بالأمعاء بيكون هواء، وإذا صار في عندنا هواء خارجة جنب الجدار طبعا في عندنا هواء هون هواء هون وفي عندنا الجدار الأمعاء راح يبين بشكل واضح. ليش؟ لأنه صار كثافتين نفسها على الطرفين. ماشي، لا ليش ما يبين بعدي مثلا جدار الأمعاء؟ لأنه في عندنا هواء وهو في عندنا مثلا شحم أو ماء، ما راح يبين معنا، بس بصير عندنا هواء هون وهواء من الطرف الثاني بيعطينا هالمنظر بسموه علامة ريجلر. شايفين السهم هون؟ في عندنا هون هواء اللي ضمن الأمعاء الطبيعي، وفي عندنا هون هواء برا صار غاز على الطرفين نفس الكثافة. حتى بالصدرية أعطاكم محاضرة يمكن على الكثافة دكتور وايد، تكون كثافتين نفسها بين بشكل واضح. تمام، هاي علامة ريجلر. شايفين الخط الأبيض هون، الخط الأبيض هون مرسوم، هاي غاز من الأمعاء أو الكولونات، في عندنا غاز براته ارتسم جدار الأمعاء معنا بشكل واضح. واضحة الفكرة شباب؟ علامة ريجلر. في عندنا علامة نحكي الكاذبي كمان، هاي علامة نرى فيها جدار الأمعاء نظر لوجود هواء داخل وخارج دمة الأمعاء، يمكن أن تختلط مع العروة المعوية المتداخلة في أكل وشرب البطن وغير المفروض. أنا في علامة هذا الحكي اللي حكيناه نفسه ولا ما راح نجيبه، إنه صار لنا هواء من الطرفين، هواء ضمن الأمعاء وهواء خارج الأمعاء بيبين معنا جدار الأمعاء. في علامة ريجلر كاذبي هي علامة بنشوفها إذا صار عروتين، يعني حالات نادرة بصير عروتين ملاصقات ببعضهم، ملاصقات ببعضهم واثنيناتهم فيهن هواء بيبين معنا الجدار. تمييز بيناتهم بس انه الجدار خال بين معنى حواف الجدار. فجيب المنظر ما اعطيهم صورة علامة شوي تاني في صورة علاش محاضرة المنظر. فينا علامة كرة القدم، بصير عندنا غاز كبير بالبطن، شايفين شو بصير البطن كله هواء مثل هاي المنظر نشوفه عند الأطفال اللي عندهم التهاب معوي كولوني. شايفين علامة كرة القدم الأمريكية، هاي هون علامة ريجلر هون في كمان، شايفين خطوط البيض هون هون علامة ريجلر. علامة الرباط المنجلي طبعا كل هالعلامات اللي عم نشوفها نفس مبدأ الشرح، انه عم يصير لنا غاز من الطرف ومن الطرف ببين معنى العضو بشكل واضح. هذا الرباط المنجلي تبع الكبد صار في عنده غاز على الطرفين كمان بين معنى الرباط. هاي من علامات تهوي البرتوان. بتوجه السريريه بتدور عليها بدوار ممكن؟ طبعا بالضبط، بده يكون يعني في عندها قصه سريريه شيء، يعني ما وراح والله بصوت يصور له المريض بطنه. وغالبا هو الاشياء يعني علامه هلال الغاز هي بشوفوا علامه تركيا بتبين معنا اشياء شيء هذا وقت اشياء شيء. بقول لك الهواء وين عم توضع، توضع هون مره تحت الكبد، هون في جيب موريس هون فوق الكبد، يعني هي احتمالات توضع الهواء الحر في البطن. كان علامة فين مقلوبي كمان هاي بتشوف كمان بسبب الغاز مع الطرفين، بشوف عند أطفال الرضع من الشرايين السرية، بينما عند البالغين الشرايين السرسوفية يعني الهواء على أطراف الشرايين تعطينا هالمنظر. حيث طبعا ما شايف علامة نادرة جدا يمكن.
كنا علامة حجاب مستمر كمان هي علامة مهمة يعني. وجود هواء بشكل كافي ليظهر نصف الحجاب الأيمن متواصل مع حجاب الأيسر تدل على وجود هواء في المنصف كمان أو جوف التامور أو جوف الركبان. شايفين هو شلون؟ عندك هي الغازة ممتد من الطرفين شايفين؟ واصل على الطرف الثاني واضح الصورة هون؟ لما كيف؟ لا تجيب المعدية هون في عنا هلال غازي في عنا هلال غازي موصولين مع بعض. هذا كيف تبين حافظ كذا؟ وين هون؟ إيه. الهواء ما هي هلال غازي اللي من هذا يصير موصولات مع بعضين نسمي علامة الحجاب المستمر. كل تهوى بريتوان كله عم يحكي تهوى بريتوان ما شاء الله معيد من على السريع ماشي؟ لك هلا انسقاف حسب أي شيء سوى غاز في البطن. ماشي بجوز عملية مش ما حكينا. هذا بدل على زيادة الهواء اللي بدل على تنزق الرباط اللي ماسك الكبد. ما لا لا هو هواء كثير بالبطن في هواء كثير بالبطن وأيام بيكون في عنا هواء في حالات نادرة هواء ضمن التامور بيعطي كم منظر كمان في عنا هواء على الطرفين كمان. علامة القبة وعلامة الكيس الصغير علامة القبة هو مشوف هلال غازي تحت الفص الأيسر الكبدي وهون شايفين في هلال غازي هذا مشين عليه بسهم نقاب. في علامة الجيب هلا هون شايفين هذا هلال غازي واضح شايفين هون على الطرف حتى اخذ نظر كل المقارب للنسر. فين علامة الكيس الصغير هي نادرة هاي جدا الكيس الصغير يقع خلف المعدي وهو عادة فراغ نسبي يوجد اتصال حر بين الكيس الصغير والكيس الكبير خلال ثقبة وينسلو يسموها ايام يصير تسريب الهواء لهذا المنطقة تعطينا هاي العلامة. عيدونا العلامات نشوفها السريع يا شباب. علامة تهوى البتوان أهم شيء هلال رينجلر أنا هي رينجلر رباط المنجلي إيش كمان تذكره وفي علامة تري علامة تري مقلوبي رباط المنجلي رباط المنجلي والحجاب المستمر والحجاب المستمر وفي عنا هاي العلامة حكينا عنها علامة القبي وعلامة الكيس الصغير في والله علامة سينيكون يا الله صحيح كرة القدم على كرة القدم في عنا علامة مثلث كمان هاي صحيح علامة مثلث كمان بصير تجمعات مثلثات مثل هذا الصغير شايفينه في مثلث صغير بين كولونات الخاصرة طبعا علامة نادرة ايش بيشوفوا هلا؟ ما يبين ما؟ يبين هذا مثلث صغير هون يرتسم معنا وين مكانه؟ ايه كما دخل كثير هاي العلامات محاضرتكم لأي ساعة؟ ثلاثة وثلاثة ونص؟ ثلاثة ثلاثة أكيد؟ يميل واحدة وربع على واحدة وربع ولا ونص؟ واحدة ونص بالواحدة ونص لا خلص ثلاثة ثلاثة وربع هلا هو الله يقدر علينا يلا الهواء خلف الرتوان يشخص مظهر خطي أو مبقع يرسم البنى خلف الرتوان مظهر مبقع مبقع ثابت مختلف وضعيات أهم علامة فيه بالصور هذيك إذا غيرت وضعية المريض تغير صورة الهواء الحرض من البطن بينما الهواء خلف الرتوان ما بتغير يمكن ان نظهر ان تظهر عضلتين الوسواس الحواف يعني عضلتين الوسواس الكليتين حالبين مثاني الابهر او الاجوف فراغات تحت الحجاب طبعا ليش ابظهر بيطلع بشكل واضح ان صار عندك غاز على الطرفين تعطينا هالمنظر طبعا نادرة جدا هاي يعني اسباب الهواء خلف الرتوان اهم سبب هو ردود النافذه كان انسقاب الامعاء الزائده اللفائف الكولون هذول طبعا أعضاء خلف البطوان للسقبات يسوينا هواء خلف البطوان علاج المنشأ جسم أجنبي خمج مثل الغاز وش أحيانا أعضاء خلف البطوان بالكرياس الكليتين أجزاء من الأمعاء كمان هون كانت من صورة لمريض حر هلا هذا هون شايفين بين معنا حواف الكلي ما واضح كثير بس لأنه هواء حر في هذه المنطقة غير وضعية المريض ما تغير هذا المنظر دليل على هذا الهواء خلف البطوان عم تكون عندك قصة مرضية يعني إذا كتبت تهوى بريتوان مو غلط هذا لأنه في فيه هواء حر بس في قصة مرضية وغير وضعية المريض ما تغير المنظر بالتالي هو هواء خلف بريتوان في كمان عنده علامة رقدر هون كمان الخط الأبيض المرسوم هون في عنده هواء حر داخل بريتوان وخلف بريتوان طبعا حالات نادرة الهواء الحر خلف بريتوان بين الهواء في جدارنا معاه بقول ترى أوضح ما يمكن بالمنظر الجانبي يمكن الهواء مظهر نقطيا يمثل امتزاج الغاز مع المواد البراسية يمتلك الهواء بهالحالة أسباب الهواء في جدارنا معاه أولي استرواح الأمعاء الكيسي هذا عند الأطفال يؤثر عادة في الكولون الأيسر ينتج تجمعات كيسية من الهواء ثانوي عند البالغين عادة
انبضت تترافق مع نخر في جدار لما او نفاد الشدادي في لما. هلا راح اشوفكم صورة على جدار لما. اختلاطات تمزق الجفت البلوتون وصول الهواء الجنب البابية. هذا صورة طفل شايفين عنده شلون الماء ضمن الجدار صار في عندنا غاز. طبعا هاي حالة والله شفناها يعني كثير هاي الاطفال. لو بيختص اطفال راح تمر مع كثير الحالة. ماشي يكون عنده التهاب ماء نخري بنسميه يسبب بالامعاء او شيء جدار الامعاء بصير يتجمع غاز بهذا المنظر بهيك دوائر وفيها غاز ضمن الجدار. الذروات اللي بنشوفوها عند الاطفال الخدج النخري هذا هو نفس الامعاء النخري. كان الهواء في الجهاز الصفراوي طبعا صار عندنا هواء في الجهاز الصفراوي. الجهاز الصفراوي بالعاده ما راح يبين معنا كان كثير مرجان نمره نسميه شو اسمه الصفار معانا مثلا اي بالضبط هذا مكاني هذا شوي ثاني نمر معك. شايفين هون انه منظر مثل الشعب مكان منطقة الكبد هاي الطرق صفراء وهيك تاخذ منظر عادي لو صار فيها هواء تعطينا هالمنظر. صوره شوي نرى فيها مظهر للاشعه بشكل انبوب واحد او اثنين من الشعبين في الربع العلوي الايمن رفع مكان الأقنية الصفراوية كبيرة. أسباب الهواء في الجهاز الصفراوي بشكل طبيعي إذا كانت معصرة أوضة مخربة صار في عندنا تخريب راح يرجع الهواء من العفج تمام على طرق صفراوية أو إذا عندنا جراحة عملية خزان معصرة أو عملية شو اسمه سبية كمان بسبب شكل عندنا هواء بسبب مرضي وغير شيء العضو بسبب الحصيات اللي حكى مين حكى مش فاهمكم بجوز حصيات. إذا عندنا حصاب المرارة سببت تآكل في الجدار هاي الحصاب بتسبب ناسور بين الأمعاء والجهاز الصفراوي تمام وحتى هاي الحصاب بتسبب انسداد الأمعاء كمان. مفهوم الفكرة هاي هون الثاني يا بشكل نادرة جدا هاي الحالة يمكن مرة شفتها بالعمر هاي بحصل سببت انسداد الجدار يعني حالة المريض راح تكون سيئة وعملت ناسور بين الصفراوي ايوه بيسموه انسداد الأمعاء الصفراوي. لو شايفين هاي كل إذا وجدنا هواء في منطقة الكبد يجب التفريق بين الهواء في الطرق الصفراوية والهواء في وريد الباب. يترافق الهواء الوريد البابي عادة مع تنخر الأمعاء وكذلك الهواء يكون محيطيا أكثر منه مركزيا ونراه نرى عدة بنم شعبية. كان لو شفتوا بس الفرعين هيك هاي تكون طرق صفراوية. بالوريد الباب تلاقي هلا شوي تاني في الصورة تلاقي تشعب أكثر من هيك ومحيطي أكثر منه. شو هذا الخط الابيض؟ هذا شنط مريض كان عنده استصفاء دماغي شنط دماغي برتقالي. الوريد ما يبين بعد يا شباب ما الوريد ولا طرق صفراوي صوره بسيطه ومبين اذا صار فيها غاز راح يبين معنا. دكتور نرى المعاوي مصاحبه طبيعي دكتور؟ مو طبيعي لا مو طبيعي كان زياده هون؟ بالضبط زياده شنو عم يشرح عليك يعني كتل انسجه الرخوي هلا حاليا موضوع تشخيص الكتل الانسجه الرخوه صور بسيطه صار نادر جدا صار في عندنا ايجو في عندنا طبقي كله رنين كله هاي بتشخصنا بسهوله جدا ما راح كان لانه ما مهم. تكلسات البطن تكلسات حاطين هون تبعا للموقع في عندنا شيء تكلسات وعائيه تكلسات منكرياسيه كظريه كبديه عقد انفيه كلويه في تكلسات حالبيه مثانيه كنا مرارة طحال بروستات يعني حسب العضو اللي تكلس فيه حاطين تصنيف وفي تكلسات النبض الثاني حاطينه حسب شكلها تكلسات بشكل حافي مثل هذا المنظر شايفين حدثت هون تحدث في جدار حشاجة مثلا كيسات سواء كانت كلوية أو طحالية كبدية هذا المنظر بتشوفوه يعني راح يمر معكم كذا مرة كيسة كبدية مثلا وتكلس الجدار تعطينا المنظر شايفين واضحة ولا ما واضحة هون؟ اتوقع واضحة يعني كيسة متكلسة وبصير لنا ايام تكلسات في امهات الدم وفي عنا الاعضاء الكيسية كمان مثل المثانة والمرارة بصير فيها تكلسات تمام هاي بنسميها تكلسات بشكل حاف يعني اخذت الجوف اللي موجودة فيه. النمط الثاني تكلسات بشكل خطي هاي بشوفها بالبنى الأنبوبية مثل الشرايين قناتي فالو بالأسهل الحالي. احنا شايفين هون عنا صورة جانبية وفي عنا أمام العمود
قطنه، هالبنيه الانبوبيه المتخلسه هاي مدمره بهري، تمام شايفين قطعتين النظر. طبعا هون صورنا امامي خلفي، شايفين في عندنا بنيه متخلسه عم تتفرع كمان، بس الجانبي اوضح، تعطيك شايف شلون الجانب اعطاك العرض والتكلس بشكل اوضح. ليش؟ لانه تراكبت معك العظم مع التكلس تبع الام الدم، ما طلع طلع واضح كثير، بينما الجانبي طلع واضح كثير. في عندنا تكلسات او علامه التنين الصيني، هي نوعيه لتكلس الشريان الطحالي بس بالحاله، بس شفتوا المنظر هذا هون مثل التنين، هاي يعني عرفونه وريد الشريان الطحالي متكلس. في عندنا الابهر متكلس كمان بيعطينا هالمنظر، شايفين شو تحت تفرعات الابهر نهائي شلون متكلسه. هاي وين بنشوف هاي المرض تقريبا؟ ما بنحكي عن مرض، ايه طبعا كبار السن بنحكي عن تكلسات بشكل عام. ها تسلل العصيده بيعمل تكلسات؟ طبعا عم نحكي عن اشكال التكلسات بنشوفها. في عندنا تكلسات بشكل ندف الندفي او بشكل بشار او عديم الشكل. عم بقول فينا تشكل في عضو الصلب ورا مثلا حسب مكانه، كمان راح نشرح عنها. يعني هاي التكلسات العديمة الشكل او تشكل في عضو الصلب ورا تتوضع بالبنكرياس، في الاورام العضليه، المنساق، في الرحم، في المبيض، في العقد اللمفي، في النقائل، في النسج الدخول. انا هون عندنا اول صوره شايفين فينا بنكرياس تكلسات، اخذ منظر بنكرياس، هاي تكلسات بنكرياسي. هذا المريض غالبا يكون عنده التهاب بنكرياس متكرر او مزمن، اخر شيء صار بسبب التكلسات. في عندنا تكلسات عقد لمفي، شايفين هون منظر عقد لمفي. في عندنا هون تكلس تحت، تكلس في ليف رحمي، شايفين تكلس يكون كبير. في عندنا هون كمان تكلسات عقد لمفي. كنا تكلسات بشكل صفائحي خاصة في الصيادة الكلوية والمرارية والمسانيس، شايفين هاي بحث كبير شلون تطلع بشكل متطاوي، بحصات المرارة شايفين بشكل دائري، بحصات المساني شايفين بشكل دائري. كنا تكلسات مرجانية أو تكلس بشكل قرن الوعل، هاي نشوفها بالكلي، شايفين المنظر يكون بحصة كبير كتير ممتد ضمن الكويسات ووصل الحويضة، تعطي هالمنظر هذا كمان، نسميه تكلس قرن الوعل أو حصات قرن الوعل. في عندنا الكلاس الكلوي أو تكلسات شريان، هذا ما بين شوي بس غير وين وين هو غاز لمعة، يعني كمية قليلة، هاي لمعة عادي وين تحت كمان لمعة، ما في مشكلة، كميات قليلة هاي. هلا هون في عنا تكلسات بسموها تكلسات الكلاس الكلوي، في عنا حالة اسمها الكلية السفنجية، ما بعرف مرت معكم أو ما مرت، مرة معكم ما سفنجية اللب، تعطي هالمنظر هيك تتكلم، شايفين بشكل متناظر تكلسات منقطة، شايف المنظر بالطرفين نفسه، أو بصير حالات كمان فرط نشاط جارات درة كمان هاي الحالة تكلسات. في عنا الكلية المعجونية أو الدهنية بنشوفها بالتي في كمان، شايفين منظر قريب لل التكلس شفناه من شوية بالقرن الوعان، بس هاي بسموها الكلية الدهنية، هيك المنظر بيطلع. ما بعد التصوير ما راح اشرحكم عليه كثير، لما راح اجيكم منه ماشي، وضعيات كذا ما بتهمنا كثير ماشي، اذا حبيت اطلع عليها ما في مشكلة ماشي، لا ما راح نكون شغلات الفحص ماشي. خلصت المحاضرة هون، بس هون حاطين هيك مراجعة سريعة، ما راح راجعوها. أهم شيء دكتور هني علامات، أهم شيء هذا حاطينك أهم العلامات، خيهم نرجع نعيدها. علامة انسداد الأمعاء الدقيقة أو الغليظة، والهواء الحر في البطن، والتكلسات في البطن. علامة الأمعاء انسداد الأمعاء، أنتم لحالكم ما راح نفرجيكم ايش مكتوب، يلا عيدوا لنا إياهم. انسداد الأمعاء الدقيقة أهم علامات ايش؟ لفة النار البيضاء وغيره. هذا أهم شيء. أهم علامتين إيه تمام. مين ذكر خط المرجان؟ خط المرجان، خط الألماس، خط الآلي، علامة التشقق والتمدد. وفي عندنا آخر علامة كان شو؟ شو كانت تبع رطخ العفج، فقاعة مزدوجة. بينما انسداد الأمعاء الغليظة أهم علامة ايش كانت؟ علامة البن، علامة حبة البن.
أنا بدنب التفاحة، أنا برسم الإبهام كمان شوفان، أنا بدنب برصاص تمام، شيء شيء غيري؟ لا. دومين وفتح كمان. تهوي البريتوان أو استقاب حشاج وفاء علام علام هلال هغازي وريجلار وريجلار أنا شيء الذي قلنا هي ما تهوي علامة الكرة تمام حجاب مستمر في كثير علامات هذا كمان ذكر علامة مثلثات الرباط منجلين في المقلوبة في المقلوبة كرة قدم الأمريكي تمام تكلم شاب مرة كاننا وريجلار إيه كيف يجينا هو انت شو هذا انا شو انا لما جبت لك امريكا بيجيب لك مثلا كل ما يلي معلومات سداد معها دقيقه ما هذا حط لك واحده غليظه معهم مثلا هيك كان اجابه واحده امريكا اجابه واحده كان شو طيب اول محاضره خلصت راح ننتقل على الثاني محاضره يعني راح يكون معلومات قريبه من المحاضره الاولى هو اسعاف البطن راح نشوف حالات كثير نفس ما قلت لهم شيء كبرنا من هون ما كنت تدرس في الشام حكيم أنا لا والله ما درست بالشام درست بالشام بس ما درست خلصنا اختصاص نور رحنا على الجيش صارت الثورة شقينا وانخرطنا هون بالعمل الثوري هلا المحاضرة هي حالات إسعاف البطن في عنا حالات رح نحكي عنها أول شيء المقدمة كاتبين صورة بسيطة صورة صلب بسيطة لمثابة أيقونة الأشعة تطلب وتجرى في نطاق واسع في حين تراجع دور صورة البطن البسيطة ما حكينا بشوي صورة البطن البسيطة ما مثل أول يعني صار عندنا إيكو طبقي بالضبط أسرع تطلب صورة البطن البسيطة بهذه الصيغة طلب تصوير طبقي صورة شعاعية بسيطة للبطن ما بصير نكتب والله صورة بطن صورة بطن جزء يكون طبقي جزء إيكو جزء أشعة جزء رنين بدك تحدد يعني صورة شعاعية بسيطة له إكس آر إيه طبعا لك بتحدد لك صورة بطن بسيطة أمامي خلفي جانبي ما يشرح حسب ما بشك أنت يعني ماشي هلا في عند الأطباء البولي بتبعطوه كيو بي يعني هي مرة مثاني حالي كلي بحبوا الاختصار أكثر أو ممكن يكتبوا أه إكس راي كمان صورة بسيطة استنباط صورة البطن البسيطة ليش يعني هلا في حالات إجباري مطلوب يعني سداد مع شكينا من سداد معه مطلوب صورة بسيطة اشتباه انشقاق كمان مطلوب صورة بسيطة تمام ألم بطني غير مميز متوسط شديد هنا تكمن أهمية تحديد درجة الألم كمان يعني واحد بيطلب صورة اشتباه في الجسم الأجنبي الجسم الأجنبي إجباري ما راح أشوف عنيكو يبين معي الطبقة صح بس صورة بسيطة مبين فورا يعني ما في داعي طبقة تكلفته غالية بين صورة بسيطة تكلفته مقدار الأشعة عندك عمود. بالضبط غير المقدار كمان يعني أخطاء على الطبقة نطلبه في شيء ضروري مثلاً متابعة حصيات جهاز البولي كمان يعطون متابعة بصورة بسيطة يقول لا ينصح بصورة البطن البسيطة في معظم الحالات السريرية لوجود اختبارات بديلة أكثر ملائمة بس هنرد على البطن ليكو هو الأساسي تمام أو الطبقي لأنه يعني بيسأل حرف فورا من ليكو ألم بطني بالربع العلوي الأيمن ليكو كمان شكيت عندي مشكلة بالمرارة نطلب ليكو المريض اشتباه تجمع سائل ورم خراج داخل البطن طبق محوري شكينا نزف هضمي علوي مثل التنظير هضمي اشتباه بخباسي داخل البطن طبق محوري او الاساسي مع حكم طبعا بيكون الامساك تشخيص سريري عاده ونوه لاهميه اجراء المسح الشردي لدى مرضى الامساك المزمن في الاعمار المتقدمه يقوم نجاه ليكو الطبقي مثل عفاك اخرى قد تكون صوره البطن البسيطه مفيده في الامساك عند المرضى المسنين لإظهار امتداد الحشاد البرازي هنا أخذتها صورة البطن البسيطة بعدة وضعيات وضعيتين الاستلقاء والوقوف وضعيت الاضجاع الجانب الأيسر حكينا عنهم شوي ما راح أرجع عيد طبعا هون تقول ما بعرف أماني شو مبدأ هذا منبع الأشعة والمريض مستلقي أنا بسميها أمامي خلفي الأشعة تجي من أمام للخلف هون فيلم محطوط خلفي تمام أنا بسميها صورة أمامي خلفي بعكس الصدر بعكس الصدر صدر محط الفيلم من أمام مثلاً أمامي خلفي لحنا الصور اللي بنشوف أول شيء الأمام من مثلاً أضاء اللي كنا بنشوف. لا قبل شو؟ لما بشوف الأضاء الأمامي، الأشعة جاي من الأمام يعني، تمام؟ إحنا لأنه بالسقاء يعني هو جاسيت وغالي، جاسيت هو بيكوس عكس. إيش بيكوس عكس؟ شو بيكوس عكس؟ أنت عم تحكي عن عليكم خرط بين إيكو مبدأ إيكو والأشعة. هذاك اللي بيكوس عكس إيكو تعطي أمواج تضرب الكابل مثلاً ترجع لك بالعكس.
ماشي على بيمتص امتصاص ما هو بياكل. انا ما ادخل بالفيزا تركونا الفيزا خليها بصور الاشياء عشان احنا السكرين تنكسر بيقولوا تقييم المريض عند صوت البطن وفقا معيارين 4 ومناطق 9 على 4 بتعرف ربع علوي ايمن ايسر ربع سفلي ايمن ربع سفلي ايسر المناطق 9 بتعرفوها مراقب ايمن مراقب ايسر منطقه الشرشوفيه الخاصره والخشري والسره والمعده بتعرفوها كلها مرت معكم مليون مره صارت. راح نحكي على الهواء على الحالات الاسعافيه. اذا عندنا هواء في مكان خاطئ هون بنطلب صورة بسيطة بتوضع الهواء بشكل طبيعي داخل لمعة أنبوب الهضمة وبشكل طبيعي أو بشكل خاطئ ضمن جدار الأمعاء وخارج لمعة الأمعاء. حكينا مش يعني إذا عندنا هواء خارج الأمعاء بنسميه تهوي بريتوان أو هواء حر في البطن وإذا في جدار الأمعاء بنسميه تهوي في جدار الأمعاء. هلا مثل هذا هون الشكل الطبيعي شايفين شلون في عندنا هواء بالمعدة في عندنا هواء بالكولونات بس براتي ما في ماشي. هاي حالة راح كان حالات مرضية لا مشوش خلص عن هذا عن شخصات ساعة الفالي شوية هلا هون عنا صورة نموذجية للهلال الغازي حكينا عليهم شوي شايفين في عنا هواء حر ضمن البطن ويتوضع تحت قبة الحجاب بين الكبد والحجاب أعطانا هالمنظر. هذا هواء حر في البطن أو تهوي بريتوان بدك من يسموه. يظهر الحجاب الحاجز بشكل خط أبيض واضح بسبب وجود هواء على الجانبين. عندنا هواء وين هواء الأولاني بالصدر هواء الثاني تحت البطن يبين معنا الحجاب بشكل شايفين مرسوم خط أبيض مثل علامة ريجلر نفس المبدأ تمام. لا ما نفسها بس في حالات كثير راح تمر هون اي في حالات راح تمر هون مثل هاي حالي مرت علينا شوي تمام. هاي علامة الهلال الغازي في عنا علامة ريجلر اللي حكينا عليها من شوي هلا بشكل طبيعي في عنا هون هواء وهذا الجدار الأمعاء ما راح يتسم معنا لأنه في عنا شحم أو مي تمام. بينما صار عنا غاز هون وغاز هون راح يتسم معنا هذا خط الأبيض تمام بشكل واضح. هاي علامة ريجلر مختصرة فهمناها صارنا تمام شباب لما تلون شايفين هلا علامة ريجلر الكاذبي حكيت عليها من شوي بس ما فرينا صورة لا هي صورة لها شايفين عندنا أمعاء على اليمين وأمعاء على اليسار تسقط ببعضها حطتنا هالخط الأبيض بس هو ما ريجلر. أنت إذا تابعت هون شايفين في هاي السنيات المخاطية تبع الأمعاء هون وهون تمام وبكون ما في علامات سريرية كمان ماشي. هاي بسموها علامة ريجلر الكاذبي تمام. شوف خط أبيض واضح واضحة شباب نسيني عروتين جنب بعضهم وفيهم غاز بيناتهم ريجلر يرسمها هواء على جانبي الجدار هواء في المكان الصحيح وهواء في المكان الخاطئ مثلهم شايفين في عنا هواء ضمن الأمعاء وفي عنا هواء خارج الأمعاء. هلا بشكل طبيعي هون شايفين هاي راسميكم هون هاي الخط النقاط هون في عنا هواء ضمن الكولونات بس على الطرف الثاني ما في هواء شايفين ما مبين معنا الخط واضح بشكل بينما هون شوفوا خط الخط واضح خط كان واحد راسم خط ابيض واضحه الفكره شباب بينما هون ما مبين معنا الخط الابيض هون الخط الابيض ليش ارتسم في عنا هواء ضمن الامعاء وهواء خارجه هذا الهواء الخارجي اعطى المنظر بنسميه علامه ريجلر تمام شباب. في خطوط كمان وين في كذا منطقه عشان اشرح لكم منطقه واحده هون كمان نفس الشيء هي علامه ريجلر كمان شايف شلون مرسوم يعني بتحس انه واحد بقلم رصاص او راسم لمعاء رسم ليش لان هواء طبيعي وهذا هو هون شايف هذا المثلث هذا مثلث وهو برا البطن البطن كله منفوخ منفوخ في عنده كثير هذا كذا منطقه متوي هذا هواء برا الامعاء وهون في عندنا هواء ضمن الامعاء اعطتها المنظر في خط هون وهو نفس الشيء كمان ترى شايف فيها تخطيط كثير 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 اكثر اي بس يعني بالعكس هون الطبيعي اقل من المرضي هلا هون بس هون شايفين هون هاي المنطقه الوحيده اللي مبينه بشكل طبيعي ما في خط ابيض يصير في النص مو هيك بقى كله 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 هذا خط كله كله هون شايفين في عندنا هواء ضمن الامعاء بس برا هون في عندنا شحم الكثافتين مختلفات ما راح تسمع معنا الخط الابيض بينما هون في عندنا هواء ضمن الامعاء هواء خارج الامعاء هو مثلا كمان نفس الشيء هواء ضمن الامعاء برا الامعاء هواء ضمن الامعاء صرت تسمع معنا خطوط واضحه شايفين ريجلر هاي علامه ريجلر شباب هذا شو ماشي هي اهم علامتين ريجلر والهلال الغازي ماشي. يلا نحكي على الحالة اللي بعدها. ك
كل هلال غازي يدل على انشقاب، لكن ليس بالضروره يترافق كل انشقاب هلال غازي. تمام، انه قد نشوف علامه ريجلر معنا. تمام، هاي كمان علامه ريجلر نفس المبدا شرحنا عنها. ساجل شوي مشان نلحق، مريض عنده انشقاب حشاجه طلع معنا المنظر، هاي علامه ريجلر خط الابيض شايفين مرسوم بشكل واضح، هذا هو برا اللمعه وهو ضمن اللمعه. الحاله اللي بعدها اسطر واحد برتوان كبير وتكون هو شديد بعد اعطانا منظر حواف الكبد الرباط المنجلي بيعطينا علامات ثانيه، هي علامه ريجلر. تمام، كلها مهم علامات تهول البرتوان، علامه الرباط المنجلي. هون عم يشرحوا لنا بتهول البروتون ايش بنشوف علامات، نفس المحاضرة الماضية علامة الرباط المنجلي، هاي منظري لا شايفين، خط أبيض هون، شايفين هذا الخط الأبيض؟ هذا كمان رباط المنجلي الكبير، طبعا في عنده علامة ريجلر هون شايفين كمان، كذا علامة نفس الصورة، عم يشرحوا لنا ليش بين الرباط المنجلي، صار فيها هو على الطرفين. تمام؟ عم يقولوا هون يتكفل فني الأشعة بتوجيه الصورة، يعني لازم يحط إشارة يمين ويسار لأنه لا نعتمد على ظل القلب بالحالة لأنه بجوز يكون عنده انقلاب أحشاء. تمام، ضروري فني الأشعة يحدد الإشارة. من العلامات كمان علامة كرة قدم الأمريكية، كنا نشوف عند الأطفال شايفين شلون هو كمية كبيرة معباية البطن كله، أعطانا هالمنظر. ماشي، هاي يعني علامات تهول البرتوان، واضحة شباب فكرة تهول البرتوان علاماته كله عرفناها. ما هيك، كان استرواح في الجهاز الصفراوي كمان مر معنا من شوي انه يظهر هواء في الشجرة الصفراوية في مكان خاطئ كمان. واضحة الصورة ما شباب؟ حتى حكاتني عنده عامل اي ار سي بي هذا المريض، حاطينه ستنت، هذا البشر ستنت، بعد عمل بعد العملية صار تسريب الهواء على الطرق الصفراوية. محددين اسباب مقدمة الاسترواح طرق صفراوية عن خزعة كبد، اجراء ار سي بي، ناشور صفراوي معوي، التهاب مرارة المفاخي، حالة نادرة تشكل فيها فقاعة هوائية في جدار المرارة ثم تنثقب وينتقل الهواء للطرق الصفراوية، يكون سيء الإنذار مهما كان السبب. أنا الغاز ضمن الوريد بابا، لا نسيت هناك؟ طيب رايحين نخلص. الهواء شايفين شوي الفرق بين الصورتين، هاي الطرق الصفراوية شايفين مركزية وحجمها صغير، بينما الوريد الباب شايفين محيطية وحجمة كبير وواصل كمان للوريد، توصل للوريد الطحالي. ما هو هاي الشبكة مستمرة، الوريد الطحالي مع الوريد المشاريقي بشكلنا الوريد الباب، بالتالي إذا صار في هواء مكان رح ينتقل على الكل. ماشي، هذا هم ملونين ايش بدك ملونين لك اياه عشان يشرحوا لك، هذا الوريد الطحالي كمان اسود هنيك، ايش بدك لا طلع الالوان كمان طلع لك ايش لا لا مزبوط هون اسود كمان مين؟ تكون لونين تلوين ثاني هون واضحة تمام. هاي؟ تكون لونين نفسها حتى 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 هلا هاي الصورة نفسها يا شباب، هاي نفسها هاي بس هاي ملونية كتب صفراوية، هذا هاي الصورة النظامية، هاي ما هي نظامية، هاي ملونية شارحي لك انه هون في هواء ضمن طرق صفراوية، وهذا عامل ستنت عامل عملية اي ار سي بي. ماشي؟ واضحة هي؟ ودي ايه ايش يقول لي؟ الثاني شو مطالع الاسود الصورة اللي بعدها يعني لها تحت ايه؟ الوريد الباب تمام. ايه هو شيلك من هاي الصورة شوفوا ايش في تفرعات، هاي نفسها يعني هون بس لو هي لك اياها تبين معك افضل. شوف هذا حتى هون وريد طحالي تمام، هون شايف هيك شبكة عنكبوتية شايفها ما بعرف ايوه ايوه واضحة، شايف هون بركز هيك شوي محيطية أكثر من مركزية كلها مليانة هواء، ومنطقة الكبد ايش بدها تكون هاي؟ تهوي وريد باب. تمام، بقول يظهر في الصورة توسع في الأورة المعوية انسداد، البحث علامات الانسقاب لا نلاحظ وجود علامات رجل الرجلات غازي، شجرة قنوية مهواة تمثل الشجرة الصفراوية أو الجملة البابية، يساعدنا في التمييز بينهما وجود بنية أنبوبية متسمة بالهواء اليسار تمثل وريد طحاني، وبالتالي هي تهوي الجملة البابية. تمام، اهم سبب له هو الاحشاء المساريقي بنحكي عليه شوي ثاني. ماشي، انت شوف الاحتشاء المساريقي كمان علامة بصمة الابهام.
هو عم بيكون حالة سريرة. جاء مريض مسن للإسعاف وهو يشكو من آلام معممة وغير نوعية، طلب منه صورة بسيطة للبطن. قراءة الصورة الشعاعية عند مسن يشكو من آلام معممة غير نوعية، يجب الانتباه في الصورة الشعاعية إلى العظام والسطوع المفصلية لتقييم آفات تنفسية مثلا طوشات العظام، وقد يكون منشأ هذه الآلام في الجهاز الهيكلي. ماشي. عند الكبار خلينا نركز شوي كمان على عظم الماوس خلك وجانب بطنك. علامة هذا المريض شايفين في عنده تصلب في المفصل، شايفين مضى المفصل، تبدلات تنكسية شديدة، وغالبا مشكلته هون عظمية. هذا كافين شايفين في عنا غاز من المستقيم والسين، بالتالي ما في انسداد. تمام. ممكن التوجه إلى الإمساك بسبب وجود فضلات أو وجود فضلات وقلة الغازات في الكولونات. مس شرجي، والأفضل أن يجرى قبل تصوير الشعر لتحديد وجود انسداد وغطي. ممكن إرسال هذا المريض المنزل دون أي مسؤولية. بعد فترة تم إجراء صورة جانبية للعمود القطني. تظهر الصورة هشاشة عظمية حيث تبدو أجسام الفقرات ناقصة الكثافة وحوافها عريضة الكثافة. بس قدامه شايفين محل السهم هذا أمامه، في عنا آفة أو بنية أنبوبية متكلسة الجدران. هاي دليل أشياء بتوضع أمام الأسهم أم دم. هون مكان الأبهر البطني بيعطينا المنظر هو أم الدم. لا تشخص أم الدم إلا صدفة أو عند تمزقها، لذلك عند تشخيص أم الدم صدفة نكون قد أنقذنا حياة المريض تقريبا. أم الدم الأبهر البطني عبارة عن توسع موضع دائم للشرايين حسب جميع الطبقات. يمكن أن تنشأ في أي جزء من الأبهر وتكون أكثر شيوعا تحت مستوى الشرايين الكلويين. الأبهر أكبر لدى الذكور ويزداد حجمه مع العمر. يصبح قطر الأبهر غير نوعي عندما يزيد عن 3 سنتي. إيه هو طبيعي على 3 سنتي، غير طبيعي يكون غير نوعي، ما هيك؟ طيب. يمكن أن تنتج أم الدم عن رض أنتان التهاب عالية المرضية لك فتورطة من التصلب العصيدي. نادرا قبل عمر 50 يتضخم الأبهر معدل حوالي نصف سنتي كل سنة تقريبا، يزداد خطر التمزق وزيادة حجم أم الدم. لا بهمني على الأشياء أكثر من الحكي كله. تمام. مظاهر سريرية، معظم أمهات الدم تكشف صدفة إن كانت ظاهر بصمة أو أعراض انضغاط البنى المجاورة أو التمزق وهو الأخطر. تظهر التمزق بثلاثية، الألم، الكتلة النابضة، انخفاض الضغط. تفاوت مدة الأعراض تستمر لأسابيع. أغلب التمزقات تنفتح خلف البطوان وأحيانا تتشكل نواسير تنفتح على العرى المعوية المجاورة. موجودات شعاعية صوت البطن البسيطة تظهر بالصورة تكلسات منحنية تشبه قشرة بيضاء أو كتلة أنسجة رخوة جانب الفقري. تقدم صورة جانبية معلومات إضافية. نادرا يمكن مشاهدة تأكل الجسم الفقري. لو صار دم أبهري كان حجمه كبير هي بسبب تأكل فقرات خلفه. في حال التمزق مشاهد غياب خطوط البصواص. عليكو يفيد بتحديد حجم أم الدم بدقة وتقييم الخسارة الموجود، ولكن استخدامه محدود في تقييم التمزق. يجب إجراء فحص بحذر لئلا يسبب الطبيب تمزق من الدم. معيار ذهب لأم الدم هو طبقة محورية مع الحقن. ليش تتبع الصور زي؟ زي ليش؟ قرض ما قرض ما ضل قديما كان قبل ما يطلع ليش اسمه طبقي والغني ما بحد يطلب هذا. حاليا طبقة محورية متعدد الشرايين مع حقن بيعطيك طلع المنظر هذا. مرسوم رسم أم الدم شايفين؟ أم الدم ليك إشهار تحت مستوى تفرع الشرايين الكلوي ممتد حتى تفرع النهائي الأبهر. ماشي. معيار ذهبي التالي هو طبقة محورية مع حقن. حالة سريرية قلاتها مريضة بالإسعاف يشكو من بطني معمم تركز الحركة فيه لما تم إجراء صورة بطن بسيطة. قام شافوا بصورة بسيطة بحصها في منطقة الحركة فيه لما شكوا بالزايدة. طبعا هي موجهة بس ما هي مشخصة يعني البحصة هيك ودق بكتير التهاب زايد دودية. يحدث عادة بعمر 5 إلى 20 سنة. قليل مرضية مجهولة وترتبط غالبا بسداد لمعة الزائدة لأسباب مرضية داخل اللمعة وضمن اللمعة وضمن الجدار. سبب عادة التهاب رتوان يمكن تخف وتغيب أعراضه بكبار السن. المظاهر السريرية تعرفوها ما راح حكي عنها، والفحص السريري تعرفوه هو هيك علامة ماك بورني، علامة بروفيسينج، المرتد، علامة قصواص. الموجودات الشعاعية هو اللي بيهمنا أكثر شيء. صورة البطن البسيطة قد نشاهد حصى زائدية متكلسة في الربع السفلي الأيمن. مؤشرات أخرى قد تتضمن أن هواء حر، خزان لمعة ضعيفة، غاز خارج اللمعة، تسمم الدار الأعور، غياب مستويات الخطوط الشحمية.
طبعا اهم شيء يذبح صادق كذا ما راح يشوفوه غالبا يعني المريض ما راح يوصل للمراحل المرحله المتاخره. ليكو له اهميه كبيره في تشخيص الزائد الدودين. ليكو يمكن يظهر حصاه زائديه ساده ونشوف بنيه انبوبيه بنهايه عوراء طبعا مواصفاته يعني غير متقلصه غير قابله للضغط وتكون التاويه الدمويه مزداده في مساريقها الزائده. في الحاله الطبيعيه يجب ان لا تتجاوز سماك جدار زائد 2 ملي ولا تتجاوز كامل خطوط 6 ملي. طبعا هون عندنا هاي صوره ليكو شايفين فيها انه حصاه برازيه هاي صداها عالي هاي الزائده كلياتها جدار اسمي غير متحركه ثابته بالضغط هاي كلها مواصفات الزائده الذهبيه. غير هون زائده شوفوا هون في عندنا نصين هذا النص الطبيعي جدار موسمي طبعا لو تفحص بي ما عم تتحرك بينما الزروي هون جدار سميك وغير متحركه متهمة. طبعا ليكو ضخم كثير بيعطيك تشخص حالات زايدة عن ليكو. شباب شو نشتوا؟ يلا على رمضان بيخلص شحن طيب والله الطبق المحوري نادرا ما نطلبوه بنشوف كمان يعني اذا محق المادة الزليلة او شرب ما بتوصل المادة الزليلة للزايدة بصير ارتكاز شحن حواليها نادر ما نطلبه. في عنا هون حالة سريرية كاتبين اتى طفل الاسعاف بشكوى عدم ضغط منذ 3 ايام اظهر الفحص السرير الكتري في الحلق الطفلي اليمنى صورة البطن كاتبين انسدادها معه وبان المريض طفل يرجح انغلافها معه. شايفين شاكين هون بالمنطقة في عنا كتلة. طبعا التشخيص الاساسي من غلاف الاعماء هو ليكو غلاف الاعماء علامه هدف ايوه علامه الهدف وعلامه الكلي الكاذبه اللي عم نحكي عنها غلاف الكلي الكاذبه علامه السندويشه بالكلمه لا طبعا بتشاهد الاطفال عباره عن غلاف عروي معوي ضمن العروه المجاوره تحدث عمر 3 شهور لحد 5 سنوات نادر الحدوث في الاعمار اقل من شهر عند الكبار السن كمان قليلة إذا بتحدث بسبب كتل. المظاهر الشيوعية ما راح نحكي عنها راح نحكي والعلاج ما راح نحكي عنه راح نحكي عن الصور عن إيش بنشوف بالأشعة. صور بطن بسيطة تظهر كتلة أنسجة رخوي المعا المنغلق المعا المنغلق بالإضافة إلى مظاهر الشيوعية الانسدادة معاه قبل منطقة الغلاف. طبعا إذا صار لنا غلاف ما راح يصير لنا انسدادة معاه بنشوف علامات انسدادة معاه قبل المنطقة المنغلفة. الصورة الظليلة شايفين عندنا هون نسميه هذا مظهر النابض لا حلزون النابض كمان اسمه شايفين شلون هلا هون أمعاء هلا صورة الكولونات هي صورة تشخيصية وعلاجية بنفس الوقت ماشي. مريض شكينا عنده غلافه مشخص له غلافه مع ليكو نحقنه مادة ظليلة شايفين ابتسمت المادة الظليلة وصلت لهم وقفت هاي هون كتلة الغلاف هون بالتالي تمام هذا يسموه علامة النابض أو مظهر النابض حلزون. إذا تابعت بالحقن المادة الظليلة راح يطلع معنا بعد شوي لا تفتح هاي ونضل. طبعا في حقن هواء حقن سيرو ما بس مادة ظليلة أيام نحقن هواء وغالبا مشي الحال. ما شايفين هون رجع حقنا مادة ظليلة تابعنا وصارت مع عفوا كولونات طبيعية. المعيار الأدق هو الإيكو. معيار ذهبي التشخيص الغلاف المعوي الإيكو بحساسية 100% تظهر لنا علامة نسميها علامة الهدف أو علامة عين الصور بمقطع المطرف وعلامة السندويشي أو علامة الكيلي الكاذب بمقطع الطولاني تمام. ونستخدم الدوبلر نشوف التوعية على العرى المعوية فيها توعية راح توعية تنخرت شايفين هاي علامة الهدف هاي العروة المعوية وهذيك الثانية مغلفة عليها وعلامة هي هون كلي الكاذبة أو علامة السندويشي مثل مظهر الكلي شايفين الكلي عبارة عن لب وقشر قريب من مظهر كثير له المقطع الطولي. الطبق المحوري بيعطينا مظهر حلقات متحدد نفس علامة الكلي الكاذبة مسميها. راح نحكي عن الحالة السريرية اللي بعدها أن حالة احتشاء المساريق ما راح أحكي كثير عنها نشوف علامة شو؟ علامة بصمة لب هاي مش حكينا عنها ماشي. التهاب الكولون القفاري تحت 90% من الحالات لدى كبار السن أو يوم مساريق الرئيسية تكون سادة مظاهر شوية رح أحكي عليهم فورا. صورة البطن البسيطة قد تكون طبيعية يمكن مشاهدة علامة بصمة الإبهام
على الجانب المصاريخ وبتدل على التهاب الشحم حول الكولون. حقنة الباريوم شايفينها، صورناها صورة بالباريوم بس ما هو بالصورة البسيطة. شايفين هون هون علامة النظام أتوقع واضحة صار نكون تمام ماشي، شايفين شغل واضحة. طبعا هون في عندنا احتشاء مصاريخي الأمعاء، جدار بتتوزن بتصغر بتتوزن بتعطي هالمنظر ماشي. ممكن تقرأ الآلي بالاحتشاء المصاريخ احنا بنخاف من الانسقاب تشحق لنا الباريوم. والله هو مضبوط لازم، ما هو بجوز ما هو باريوم حاقي، ليش ما هو بنيباق؟ انت قلت لنا باريوم، انا قلت لكم باريوم بجوز بنيباق. لا قلت لكم صورة ظليلة، لا ايش كاتبين؟ انو كاتبين؟ انا قلت لكم اخونا باريوم، هن مكتوب من باريوم. هلا افضل افضل بنيباق صراحة ضروري يعني، انت تفضل لان صار انسقاب مشكلة باريوم. انا كاتبين حقت باريوم بس لا دقيق خلاص مشي الدنيا مشي هالزلمة. الطبقة المحوري يقول تزرعنا تسمك بالقطع المصابي برؤية الخسرة أو التجلط حاصل في الأوعية المصاريخية أحيانا. وجود هواء ضمن جدار الأمعاء أو الجم الوريدي يعتبر علامات متأخرة الأشياء. بليكو عندنا تسمك بالجدار لكن غير نوعي. انسداد الأمعاء الغليظة مش شوي حكينا عنها. تعطينا شو العلامة مذكرين؟ حبة البن. حبة البن غيره. ولا التفاحة. على غيره بالضبط. والفتق بالفتق ايه. هلا في هون علامه حاكين عنها، علامه اطار الصوره شايفين هون، هاي علامه المنظر كمان انسداد. ليش قلنا مع غليظه؟ لانه محيطيه متوسعه بشده، قطر اللي هون اعور اكثر من 6 سم اكثر من 9. لا التفاحه بس بحاله نادره بحاله لا هذا مفصل بئر، هذا مفصل مفصل بئر كذا. هذا التفاحه بنشوفها بالاساس سرطان الكولون بس ماشي. طيب هاي مرت معنا مش مرة كثير عنا مشان ما نخربه. سنداد مع بغي حكينا عنه كمان شوي، نفس الحكي ما راح نعيد ماشي نفس بس كان اسعافي ولا بالضبط اسعافي او شيء. بس راح نزل في صور كان شايفين هاي علامة ايش كنا مش حكيناها؟ هذا ايوه علامة الحلزون النابض. ايوه تمام هاي نفسها. شايفين ليش قلنا سنداد مع دقيقة مو غليظة؟ لانه مركزية بالضبط هونيك محيطين. هون كمان في تسلق كان زي تعوي لا وين تهوي؟ لا 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 أيوة بالضبط كذا الكاذبي برافو عليك. لأن في تخببات شيء هون خط واضح فعلا هون واضح بس هون لأنه الأسقاط بعضنا متابعين تشوف إنه الطيات المعوية اللي ما عندها. طيب في الصورة ماذا كان شيء في تلسين؟ لا هاي هاي لا قبله هاي لا إيش ذا ما ضيق أيضا بالسين؟ إيش هو بعلامة حبة لا ما زيرو تاني مو بس انه ما هو لما تراك فوق بعضها طلع منظر طلع فوق كتير 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 حبت تكون عالية ايه عالية تطلع لفوق. يتم تمييز الأمعاء الدقيقة عن الغليظة بواسطة طيار الأمعاء الدقيقة تسمى السنيات الدائرية وهي رقيقة وتعبر كامل اللمعة. أما الكولونات تسمى تقببات وهي سخينة وتعبر كامل اللمعة. الموقع المركزي للأمعاء الدقيقة والمحيط للأمعاء الغليظة. تصوير الظليل حقنة الباريوم أكثر حساسية بتصوير الأمعاء الدقيقة. راح كان انسخاب، الانسخاب ايش كنا نشوف فيه يا شباب؟ بالضبط هذول الحالات. وفي عندنا هذول الأسباب ما راح نعيدها. أظن تقرون هذول يعني اطلعوا عليهم أسباب الانسخاب مثلا انسخاب حشد الجوع. بتعرفوها كلها. قرحة زايدة الأسباب. الموجودات الشعاعية. علامة هلال، علامة ريجلر. كلها حكيناها. هاي مثلا هون هاي علامة الجلافون تمام وهي علامة الهلال تمام. انتو قروها الحكي المكتوب فوق يعني شو شيء مهم ما في شيء مهم كلها تمر معنا. في عندنا قناة ممتازة مثل الديتي واندخال الكولون بين السطح السفلي قبل الحجاب والسطح العلوي الكامل. الهواء ضمن الرتج قد يفسر خطأ لأنه هو أحمر. هلا هون حالي مريض جاك بألم بطني صورت له صورة بسيطة عنده هال حصاد لا لا حصاء مش عادي ما في اسم تمام. عنده حصاء حالبي بعطينا المنظر. هاي الحالات الإسعافية تجي ما بيكون حالات إسعافية تمام. صيات الحالبية والكلوية شائعة بشكل كبير يعني شيء اضطراب أكثر شيء يعني في السبيل البولي حيث 5 إلى 10 من السكان يتطور لديهم حصيات بولية. تذكر حصيات حق 40 عمر 20-50 سنة عند الذكور أكثر من النساء وغالبا عند الذكور تلاقي نادر ما تجي النساء عند الحصار. بس المرارة بالعكس تشيل هجمات متكررة تنجر هجمات وحيدة
تتراكب غالب الحشيات تركب من أجزاءات كالسيوم. المظاهر الشعاعية تعرفوا ألم بطني قوة تعدد. الكيوبي هي المعيار للتشخيص المحصات. 70% من الحصيات تشاهد على صورة بسيطة و30 منها غير مرئية غير شفافة. لأنه ليش؟ بتكون غير أجزاءات كالسيوم. أيوه بالضبط أيوه. الحمد لله والسلام. هي فحص الأجزاءات اللي تبين. هي فحص الصورة الشعاعية بدقة وخاصة جوار النواتج المعترضة للفقرات ونفس العجز الحرفي والحوض. بتعبير آخر يعني نشوف مسافة الكليتين حال بين المسالك. يلتبس مع حصيات البولية تكلسات دقيقة من الزفائر الوريدية في الحوض تسمى حصيات وريدية التي تكون كروية أو دائرية الشكل منتظمة مركزها شفاف بينما الحصيات تريد تكون متطاولة في أن العقد الأنفية كمان تلتبس معكم مع الحصيات الحالبية. تصوير جهاز بول الظليل الـ IGB نحو مادة الظليل هي أتوقع دكتور والي شو حكوا عنها بشكل مفصل. إطلاق المادة الظليل ظلت تعبر لما كان انسداد توقف يكون فيهم بنا بحصل. انفتال السين حكينا عنه شو نشوف علامة ايش حبة البن ما بيكون حالات سريرية هاي علامة حبة البن تمام يعني هنا حالة سريرية جديدة مريض عنده 60 سنة جاء المس إلى المشفى وليس إلى الإسعاف يسكن ألم بطن لثلاث أيام تم مقبول في المشفى وإجراء تشخيص التالي فحص البراز والمتصية الصعبة إذا انتهاك كولون أشياء كاذب صورة بسيطة كاتمية غير نوعية صورة بطن بسيطة للمريض التهاب كولون أشياء كاذب بعد أسبوع من الإصابة تظهر من المتصيات الصعبة بزرع البراز مهم كثير هذا الحالة إذا المتصية الصعبة أشياء تظهر من كذا ما في على هذا التهاب السهل يعني مهم هذا الموضوع بسهل. توسع الكولون السمي هلا هاي مهم هذا حالة توسع الكولون السمي حالة إسعافية ويجب المداخلة عليها فورا مثل هذا الكولون شيء مش هل متوسع توسع الكولون السمي عادة يتطور عادة على التهاب كولون خاطف وغالبا التهاب كولون قرحي الذي يحدث عند 10% تقريبا مرضى التهابون القرحي يتطور توسع الكولون السمي لدى جزء من هذه النسبة يشكل تظاهر بالالتهاب الكولون حاد الخاطف عوامل المحرضة إجراء حقن الشرجية فرط استخدام مضادات الإسهال تصوير بحقنة الباريوم مظاهر شرارية قروها لحالك موجات شعاعية اللي بهمنا صورة البطن البسيطة هي الأفضل للتقييم ويكون الكولون معترض والأكثر تأثرا بالصورة الشعاعية علامات الشعاعية بيظهر عرضه أكثر من 8 سنتي قلنا الطبيعي لستة بيظهر عندنا بوليبات كاذبة قد يظهر عندنا تهوي الكولون وجود هواء ضمن الجدار مع ناتج عن التنخر بيظهر عندنا هواء حر في البطن نتيجة الانسقاب أي مراحل متقدمة مع غياب تقبلات طبيعي الكولون بالطبقة المحورية كاذبين نفس العلامات تقريبا أنا أشوفه هنا هذا مريض عنده كان التهاب كولون قرحي وجاك بلم بطني وبين معك المنظر عنده توسع شديد بالكولون المعترض الشيك فورا كولون سمي ماشي توسع كولون سمي اجبر عنا كثير هلا المحاضرات هلا هي ام بي سي يعني حاطين كاميرا كبير ما انا ركزت لكم على الاشعه يعني شفت كثير ما حكيتوا احنا اصلا دراستنا مركز على الاشعه الاشعه طبعا ان شاء الله راح نجلس هلا شغلات مهمة كثير عم بجنن بعدين هود عم ناخذهم هلا يعني مواد انت بدك تدرس هيك ادرس يعني مثلا زايد هيك بتعرف عرضها ما راح اجيب لك اياها بس مثلا كلها مرة معكم اغلب هلا قبل جلسين كليه بالضبط كلهم مرة معكم صور بسيطة بقول نحكي عن ردود البطن هلا اخر فقرة دقيقتين ونخلص ردود البطن الكليوي صور بسيطة كل من الاضلاع والنواتج المعترضة والاجسام الفقرية وعظام الحوض هامة في التقييم يعني مشان اذا صار فيها كسر وفيها شيء بجوز يسوي انسقاب حشي أجوف تمزق ثلث تمزق طحال كل هاي بتود هنا وجود كسور وإصابات وجه إصابة محتمل في البنى المجاورة قد يزيح السائل موجود ضمن البطن البنى الحاوي على غاز كالكورون الصاعد أو النازل إلى المنسين عند امتلاء البطن بالسائل تميل الأمعاء الدقيقة إلى التكتل مركزيا بوضعية الاستفخار راح نحكي عليكم الاستقصاء سريع غير غازي اسود تكرير وهو حساس السائل الحرب من البطن لتجاوز حجمه اكثر من 100 ملي ليكوغرافي في حاله الردود اساسي لازم ما يكون مركزا يعني ما ندور نفحص
عن بحصه المراره مركب مطلع بس على السيطر ماشي بضغط البطن واي طبيب يعمل يعني مو بس طبيب الاشعه بنركز على موضوع السائل الحر. الطبق المحوري كمان مفيد بكشف السائل الحر وكشف التمزق إصابة الحشوي بيعطينا معلومات مهمة كمان. الدراسة الظليلي مفيد عند توقع انشقاق مري أو معدة أو عفج. طبعا هو نشوف نعطيه أمني باك حصرا شوف صافي تسريب المادة الظليلي براتين يكون فيه تصوير لو يستخدم لمرضى محدودين وملتغى تقريبا. يلا شباب الصورتين ثلاثين ركزوا معنا النايمين فيكم أنا شورت ليكم في عنا سائل حر. السائل حر بيبين معنا ناقص الصدى تمام. انتو تعرفوا الصدوات ما تعرفوا كتير عارف السائل ما اخذت لك سوائل قبل بصحكوا عليها الشريط كلمتين. هذا سائل حر صدى ناقص متوضع بين الكبد والكلية الجيب مرسوم بينما هون الطبق المحوري في عنا هون الكبد مع حقن طبعا شايفين مادة صديق لوعي هذا الكبد في عنا هون سائل حر كمان ناقص الكثافة محيط بالكبد لأنها هيماتوم حول الكلين شايفين الكلين متمسخة كلها علامات رد الكلين نجدنا في النصور عروض بطن النافذي أحكي عن الصور كمان عروض بطن النافذي يعني نفس المادة نجد صور الطبقين حوري هلا هو شايفين فينا تمزق كبد شايفين هو في عنا فعلا في تهوى حوالي الكلي وفي هيماتوم حوالي الكلي وفي سائل حر هذا هون محل النجمي كمان ضمن البطن شو عنا فتق هكذا ضرب السكين صار عنا فتقة معه طايرة برا ماشي واضحة الصورة هاي الأخيرة ولا صعبة شوي صح دكتور جبنا لكم صورة هذا بتعرف شخصه؟ دكتور بعد ما في خصله في سجلها بس اخر وحده؟ اي خصله شلون هذول العظام اللي بين الدكتور؟ ايش العظام هذا؟ نحب الحوض طيب شلون يكون الصورة؟ مو الصورة هي مقطع عرضي؟ مقطع طبقي طبق ابخ هيك اي مشكلة طيب شلون طلعت كلها صوت سوا؟ طيب مقطع انا حاسس حس مقطع كورونا مظبوط ما ظهر كل العظام انا شايفه كورونا لا مظبوط كورونا في ارضي مقطع هيك مو كورونا هاي كورونا بتراهني عليها يعني انت وحده لا مثلا هي بس انا مظبوط كورونا خيار شو كورونا اسمه اكس هيك هيك كورونا هيك والفقرات الفقره مبينه ايوه زوج مبين كورونا مبين معك فقره خصه بالنص هلا بدي احكي عليكم كلمتين قبل ما خلصت المحاضره مش عارف شو القصه الخلفيه حكيم القوس الخلفية شو بتبين على هذا ما ترد شو شوي هذا ما ترد هاي الحرقفي هاي الحرقفي هذا الحرقفي وبعدين القوس الخلفي والفقرة وجسم الفقرة مو مبين العالي ما يبين ما ترد ما ترد ما ترد طيب شو هي ما ليش ما مفهوم في فقرات مبينة والحوض مبينة شو وهذول من تحت الحال اي وين وين مش زبين يعني لا مثل المقطع ما راح يبين معك هذا صاير من تحت هيك من تحت بالضبط عند العجوز تقريبا هلا بنيكو معكم ورقة معكم قلم ازرق بكتب على اللوح ولا ما في؟ هلا كنت كتبت عليكم ما بعرف بس هيك تمزق الكبد هذا التمزق شو بقول؟ احنا ممكن هون نختلط مع الوريد الباب لا لا الوريد الباب بيكون في ماده ظليله بعدين في عندك قصة هذا مو ظليل تصوير ظليل لا حقا ما ظليل الأبهر تمزق من الشكل يعني تمزق ضمن الكبد تمزق ضمن الكبد صغير ولا كبد بالكبد لا ضمن الكبد هذا التمزق ضمن الكبد في خد انتم على اللوحة اللي ما تقوم نجيبه لا عصر يا مزكاته أنا بنيكم نقول مثل ما نقول بالأشعة الصدى عفوا كثافي بنيكم نقول الصدى السوائل بشكل عام كلنا عديم الصدى عقول دم صفراء أي سائل عديم الصدى مثل أنا شفنا من شوية صورة ليكم سائل حر صدى عديم أسود يعني بين الكبد وال أي بالضبط شفنا الصورة من شوية جيب مويس أيوه شايفين هذا سائل عديم الصدى تمام كل ما زادت الصم كثافه الماده بيزيد الصدى شو
كل ما زادت كثافة المادة بزيد الصدى تبعها. ما نحكي عن كثافة، ما نحكي عن كثافة، نحن نحكي عن صدى. شدوا اقروا بالعكس. خذوا نفوذ. هلا موضوع الايكو مبدا انه انت اعطيتي امواج، هاي الامواج يا بترجع لك 100% يا بترجع لك 50% يا بتشتر. ليش انا بالسوائل ما بقدر انه اعطي بتشتر؟ نعم ما بترجع لك الاشياء، ما بترجع لك امواجك عم تطلع عادي بالصدى، عادي بالصدى ما يبين. طيب خلاص اعطوني وقت بس فض نفط مثلا العظم بيرجع لك الامواج 100% بالعظم، ذلك بيطلع صداع عالي ماشي، بحصل نفس الشيء بيرجع لك الامواج اللي اعطيته اياها 100% بيطلع على صداع، بينما الكبد بياخذ شوي ويشتت شوي، ذلك بيطلع صداع مثلا مختلف. هذا اسود يعني لونه؟ اسود. جيبوا هذي بس دكتور نفض نفض حكيم بس لتحت لأنه جديد القلم السابق خلنا من نفض من نفض كله نفطين مرتين سهلا كده طلع الدم. طيب طلع السوائل تكتبوا عنكم عبير الصلاة دم بول صفراء سائل دماغي شكلي أي سائل كنا بصعب الصلاة ماشي. راح أطلع دكتور العزب اللوح العزب اللوح طيب راح احط لهم الاعضاء وصداعها عالي ونحن نازل، او اعلى شيء صداع هو العظم ماشي، العظم صداع على شيء بيكون ابيض تكلس بعدها تكلسات وحصيات كنا نفس الشيء ماشي. بعدها بالاعضاء مين بيعرف اكثر شيء؟ الكبد مين؟ الشحم الشحم صداع عالي ماشي، الشحم صداع عالي بعد الشحم ايش بيجي؟ الكرياس والدرق هذول صداعهم عالي جدا، وما الكرياس والدرق هم صداعهم عالي. أوتار والغدد العامي بعد إيه صداع الأوتار كمان أوتار صداع عالي مين الأوتار؟ أنا بدك أوتار بقى تقولي بس أوتار أوتار صداع عالي إيه صح أنا قريب العظم ولا ماشي. هذول الكرياس الدرق والغدد العامي حطوا تقريبا نفس المستوى. بعدين جينا الكبد طبعا تمام كمان صداي اعلى من اللي بعدين. بعدين عندنا الكليتان كمان صداي، وقت اللي يكون عبارة عن قشر ولا اللب يكون ابيض القشر ناقص الصدر لا في شيء. ضعنا اخر شيء تقريبا هو الرحم خذنا ناقص البروستات اخر شيء العضلات ماشي دون أساسيات عضلات مصداعي ناقص تمام شباب. راح أحكي على شغلة ثانية هي الطبق المحوري، الطبق المحوري الكثافي ما المحور وين في محاي كتبتوا هاي كلها بكتابي خلاص ما حدا كتب شباب خلاص السجلات ما حدا ممكن يسجلها حطوا الجدول هيك ماشي. الوحدة الطبقة المحورية اسمها هونسفيلد ماشي. المعيار هو الأساسي للكثافة الكثافي هو الماء، الماء صفر هو المعيار. الشغلات اللي كثافتها أعلى منه تطلع أبيض والكثافة أقل منه تطلع أسود. الماء كثافته صفر في عنا الشحم كثافته ناقص 100 في عنا الهواء ناقص 1000 تمام.
طبعا هذول كلها ناقصات كسات حتى الماء. يعني افرجيك الصورة شكلنا هون مثلا. أنا شوف السائل الحر هذا بمعنى أسود تمام؟ إيه. وهذا هواء، شوف الهواء أغمق بكتير، شايفين شو هذا الفرق بالهواء؟ وهذا الشحم، هذا الشحم. هل هذا كثافته هون صفر، هون هذا نقص 100، هذا نقص 1000، كل نقصات الكثافة. بس إذا انتبهتوا شوي شوف شو هذا الفرق بالألوان. هذا غامق جدا، هذا أخف، هذا أخف. واضح يا شباب؟ شوف شلون هذا، هذا السائل الحر اللي هو عبارة عن أو الماء كثافته صفر، يعني أسود بس ما هو كثير، بينما الشحم شوفه ناقص. بس هذا الشحم هون، يعني هذا تدمي دكتور هون؟ لك هو لك شو لك سائل حار دم، وهذا هون كمان دم نفس الشيء. هون ناقص 100، هون ناقص 1000. شايف هذا الهواء غامق تمام. حتى هون هو مثلا بالرئة كمان ناقص 1000. طبعا كل ما زاد الماء موجود في العضو راح يصير كثافته تجاه الصفر تمام. بالتالي القيح كثير اكثر ماء صح؟ تقريبا بالثلاثينات عشرينات، بس هو عم يحكي عن الزائد صح؟ 20 زائد تمام؟ والنسج بشكل عام، الانسجه بشكل عام، انسجه مثلا كبد، طحال، اي نسيج كثافته تتراوح من 50 حتى 60 همس في المتر سطحيا حسب محتوى الماء تمام. كل ما خف المحتوى راح تنقص الأماكن. النسف اللي نشوفه النسف الدماغي هذا الوضع خاص تقريبا ب 80 همس في المتر تمام. في أنا بيجي بعدين المادة الظليلة في المجتمع، المادة الظليلة تجي عالي، عالي نحكيه ما شيء تقريبا من 200 حسب كثافة أيام بقية 150. عم كان شوفوا المتحقين مادة ظليلة، أنت مين شوف شرط كثافة عالية؟ 200 بس شوف العظم أكثر، بس العظم تمام، شايف العظم أكثر بكثير. العظم 1000. العظم طبعا مين العظم؟ ما عنده والله حق اختيار، عنده واحد شرط رياضي بيطلع 2000 بيكون 2000. وفي أنا لسه على البحصات تقريبا ب 5 سنين. الأجسام المعدنية بعد الحاضر الأجسام المعدنية بتوصل معك ثلاث حصيات تقريبا 50 تمام. قلنا العظم بالألف، وفي عنا المعدن فوق أيام بعشر ثلاث. اليومين شفت كثافة المعدن 30,000. تعديل مع بشدي ما بعرف مركب درس ايش الدرس ما عرفته، طلع حطيت على كثافة 30,000. يعني من كثر ما هو مهج على الصورة مشوش على الصورة كلها.